مرحبا حضراتكم من جديد. بنشوف مؤخرا الكثير من برامج التحديات المتنوعه على شاشات التلفزيون او حتى على قنوات اليوتيوب، وما بين برامج التحديات هو تحدي ال 30 ثانيه وهو مخصص لعشاء كره القدم. ده تحدي منتشر جدا على مستوى الوطن العربي بشكل شخصي، وهو عباره عن تحدي بين اثنين لاعبين وبينهم حكم بيحكم في المنافسه ويحدد الفائز مين. الحقيقه بعد اللي انا شفته ده انا كنت فاهمه ان انا يعني مش بفهم في الكوره او مش بفهم في الرياضه، لكن بعد الحقيقه اللي انا شفته ده لا انا منيح. احنا كلنا بلاطه ممسوق يعني مفيش خالص 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 فك على الله حكايتي. هو دي ولا صح يا اسامه؟ هو على الله حكايتي فعلا فيها. الحقيقه اللي احنا شفناه حاجه مش طبيعيه، ولازم يعني فكره ان انا اقول اكبر عدد ممكن من المعلومات القرويه والصح جدا والدقيقه جدا في خلال 30 ثانيه دي، يعني ده انا لو حافظه التاريخ مش هقول كده. فالحقيقه لكن مصر قدرت انها في اثنين يتاهلوا للتصفيات النهائيه، واللي بتتلعب اللي هتتلعب ان شاء الله في الكويت. المنافسه كانت تقريبا 400 الف واحد متقدمين، عندنا اثنين منهم النهارده، دكتور عبد العزيز عزت واحد من المتاهلين. برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. نور بيك. والمتاهل الثاني الاستاذ محمود عاشور، هو شغال في السياحه، ما اعرفش ايه اللي خلاه برضه يعرف الحاجات الكتيره في الكوره دي، بس هو عنده محتوى على اليوتيوب، وانت قلت لنا ان هو محتوى قروي برضه. ده حقيقي. انا برحب بيك، صباح الخير، مبروك ليكوا الاول. الله يبارك فيك. التاهل دي حقيقه، ولكن انا عايز في البدايه، يمكن ناس كتير سالتني وكان اصلا من بينهم فات ان احنا قعدنا نشرح فكره المسابقه عامله ازاي، فهي يعني انا عارف المسابقه ان ليها فقرات، فممكن كل واحد فيكم يقول لي مثلا فقره من ضمن الفقرات. بس سريعا بقى، انا عايزه ايه اللي هو الفقره ال 30 ثانيه؟ تمام. هي بتبدا بايه؟ بتبدا انا معايا ثلاث حاجات. الفقره يعني هي فقره اسمها ماذا تعرف؟ ماذا تعرف دي ان مثلا سؤال زي مثلا لعيبه لعبت لريال مدريد وبرشلونه مثلا، فمثلا انا اقول مثلا لويس فيجو، هو يقول لويس انريكي، تفضل رايحه جايه بينا لحد ما واحد يعطل. اول ما حد يعطل خسر. وليه ثلاث محاولات، ثلاث سترايك، وبعد كده نقطه تبقى للمنافس الثاني. يعني اللي يوقع ثلاثه ده خلاص ما تخسر النقطه. اول مرحله، المرحله اللي بعدها الفقره الثانيه بقى اللي هي المزايد، اللي هي انا جبت فيها رقم قياسي. دي اللي هي المرعبه، دي اللي هتدوس فيها 35 اسم. دي لا، دي مزايد، يعني هو مثلا هو يسال سؤال، انت مثلا ممكن يسالك يقول لك قولي كم مذيع تعرفي مثلا في الوطن العربي في 30 سنه. فانت تقولي مثلا اقول 10، هو يقول 20، انت تقولي 25. اللي يكسب المزاد هو اللي ايه؟ هو اللي يقول. جاب الرقم اللي هو قاله ياخد النقط، ما جابش ما ياخدش. تاني ياخد النقط. كده فاضل، يبقى فاضل عندي حاجه اخيره. فاضل ثلاث فقرات بعد كده، بس الثلاثه منوطين بالسرعه. فقره اسمها الجرس، انه سؤال بيتسال واللي يدوس على الجرس الاول يجاوب. وبعدها برضو فقره اسمها المستحيل، دي فقره حديثه دلوقتي. دي بقى دي الفقره اللي هي نفسها الجرس، بس اسئله اصعب شويه بقى، اللي هي الاسئله خياليه يعني. مثلا الكره الذهبيه سنه 60، الحاجات خزعبليه يعني، الحاجات اللي هي من ايام جدودنا دي. لو جوجل بس اللي عارف. انتوا قعدتوا تذاكروا قد ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت سالتني قولي 15 مذيع مثلا في الوطن العربي، انا اكيد هعطل، يعني هقول 2 3 4 وبعدين اقول ويعني التدريب السرعه ازاي يا دكتور؟ هو الموضوع معتمد على استحضار المعلومه، يعني انا شايف كل طول ما انت مستحضر المعلومه طول ما انت بتقول، زي ما انت قلتي لو فكرت ان انت هتعطل هتعطل. لا بس استنى، فاتن بتتكلم في نقطه ثانيه، انت دلوقتي بتتكلم انت في السؤال اللي انت كسرت فيه رقم عبد الله اشكاليني، فهو بيقول لك كان ايه السؤال؟ كان لعيبه لعبت في الدوري الانجليزي 5 سنين او اكتر. طيب لعيبه لعبت في الدوري الانجليزي 5 سنين او اكتر في 30 ثانيه، انا هعرف استحضر مثلا، انت قلت 30 لاعب؟ قلت 35. 35 لاعب في 30 ثانيه، يعني في الثانيه الواحده بقول فيها مثلا لعيب وربع. ما هو الفكره انا دايما كنت بحب اجمع لعيبه اليونايتد، انا بشجع اليونايتد. فاغلب لعيبه اليونايتد لعبت فترات كبيره في النادي. ف يعني كذا مره مثلا عارف، يعني قدامي مثلا انا قدامي الملعب وشايف مثلا ايه الاجوان، الباك اليمين وهو بيسالك الباك الشمال. فبقول بقى، انا بقول يعني انا بص على الباك اليمين ده، فبقول كل اللي لعبه في الناحيه دي. بس فده بيبقى اسهل ان انت تجيب. بخلص واخش على الباك الشمال، بخلص واخش. الدراسه يا دكتور؟ الحمد لله دكتور حافظ القران. لا يعني كنت شاطر، يعني انا عارفه ان انت صيدلي، لكن كنت شاطر يعني. طبعا صيدله جايب مجموع وكل حاجه، لكن فكره التفوق بقى اللي هو النبغه يعني. ما هو التفوق ده من القران، يعني انا القران مخلصه 9 سنين او 8 سنين ما شاء الله. فهو ده اللي بيديك اصلا.
الحمد لله لحد دلوقتي. طيب عندنا محمود هو تقريبا كبير مشجع ريال مدريد في مصر صح كده؟ مظبوط انا يعني صح بالظبط يعني يونايتد وريال مدريد. بس يعني ريال مدريد هنا له جمهور كبير قوي في مصر طبعًا. يعني طبعًا. صعبه ان انا اروح على نفسي كبير مشجعين يعني الناس تقول عليا بس انا صعب قوي ان انا اوصف نفسي بوصف ايه التواضع ده. فممكن يبقى الموضوع الرياضه بقى. انت دلوقتي ريال مدريد والدوري الاسباني بس احنا شفنا اسئله مالهاش علاقه بالدوري الاسباني يمكن كل الدوريات ايطالي وانجليزي وكل اللي جاي عامل يعني فازاي برضو زي ما الدكتور قال كده ازاي بتقدر تجمع المعلومات بتاعتك وازاي بتقدر تحفظها وتقولها بالشكل ده في الوقت ده. هو الموضوع ملوش علاقه انك بتذاكر عشان مسابقه لا خالص. هو الموضوع ان انت دي حاجه انت بتحبها من وانت صغير قاعد بتجيب معلومات او انت وانت قاعد كده فاضي ممكن تجيب دوكيومنتري تتفرج عليه ممكن تجيب اهداف بطوله وتروح جايب لستة قائمه المنتخبات بتاعت البطوله دي تفضل انت قاعد مستمتع مع نفسك كده يعني زي ما الناس مثلا ممكن تقعد تتفرج على فيلم او تلعب بلاي ستيشن او اي حاجه. لا انا كنت دي ايوه اتفرج على فيلم اتفرج يعني. على فيلم انا مش هحفظ لقطاته مش هحفظ مثلا ما يجي قاعده بتكلم انا ودياب دلوقتي لو خرجنا بره انا مش هفتكر